طيب ورجعنا تاني برضو لنفس الموضوع، يعني الكود المحترم ازاي اكتب. يعني المهم دلوقتي ان احنا نفترض ان احنا عايزين نعمل مثلا يعني صورة حاجة وبتتحرك على الشاشة، موضوع بسيط مش محتاج تعقيد. واحد يجي يقول لي احنا نكتب بقى ايه الكود هنا اهو مكان ما انا واقف كده، يعني نعمل الحاجة هنا وننشالايز بقى في الانشالايز ونظبط الحاجة في الابديت. اقول له لا. ليه؟ لان اقول له كده اهوت انت يعني ايه الفرق، انت شلت الكود من الكود المعفن من هنا حطيته هنا مش فارقه. طيب دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ اي يعني تخلينا نتخيل كده اهوت في كونسبت او بي كده اهوت. نفترض ان انت ماشي في الشارع شايف عربيات كتيره عماله رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه. الحاجه المشتركه ما بينهم ان هم عربيات وكلهم ليهم 4 عجلات وعندهم موتور وعندهم كل الهزيله ده. طيب دلوقتي لو جينا بصينا للجيم، الجيم ديت ايه المشترك ما بين الحاجه؟ المشترك بالظبط ما بين الحاجه ان كل حاجه فيهم فيزيكال اوبجكت. فيزيكال اوبجكت ازاي؟ يعني عنده بوزيشن وعنده فيلوسيتي وعنده اكسلريشن وعنده ويث وهايت وبيتحرك بيستجيب لشويه حاجات للزراير وايه تاني، ولازم نعمل له ابديت ولازم نعمل له درو. دي حاجات اساسيه. طيب دلوقتي نرجع للعربيات تاني، زي ما قلت كلهم عربيات وكلهم ليهم موتور وعجل وكل الكلام ده. دلوقتي لو جينا يعني نزلنا لمستوى اكبر من التفاصيل، هتقول ايه؟ هتقول دي عربية مرسيدس، دي عربية بي ام دبليو، دي الموتور بتاعها مش عارف كذا، دي بتشيل كام لتر بنزين، دي يعني دي شوية حاجات تحت ان هي عربية. طيب دلوقتي ايه بقى اللي تحت الفيزيكال اوبجكت؟ البلاير مثلا او الانمي او اي حاجه انت بتعملها في الجيم هي في الاخر فيزيكال اوبجكت. طيب دلوقتي احنا لازم نعمل فيزيكال اوبجكت زي اي ناس محترمين، هنعمل هيدر فايل. واحد يقول لي الهيدر فايلز كده هتكتر، اقول له ماله، يعني لما تكتر ويبقى الكود محترم احسن ما تقل والكود ما يتفهمش. فيزيكال object فين ال underscore object dot h. طيب احنا عايزين نعمل class، class اوعى تنسى السيمي كولون. طب ال class دوت في حاجات protected. واحد يقول لي يعني ايه protected؟ اقول له يعني ال children بتوع ال class دوت هما بس اللي هي inherit الكلام دوت. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نعمل كده، نجيب شوية بس الحاجات دي كده هون و using namespace sf ولا اقول بلاش بلاش بلاش. المهم طب دلوقتي احنا عايزين نعمل position. طب position ده عبارة عن ايه؟ position عبارة عن vector 2D float نسميه position. طيب ال velocity عبارة عن vector و float واسمها velocity. طيب ال acceleration بقى بتاعت الهزي ده float برضو ولا حول ولا قوة الا بالله. طيب وال size بقى فيكتور 2. واحد يقول لي طيب يعني على فكرة السايز اصلا يو، ايه هو بقى اليو ده؟ اليو ده يعني unsigned int، بمعنى انت ملوش اشارة، ما عشان ما فيش سايز بالسالب يعني مش محتاجة عبقرية. طيب احنا دلوقتي عملنا الحاجة دي ال ايه يعني في حاجات بقى اسمها abstract. يعني بص هي اصلا في الاو بي اسمها abstract functions والكلاس بيبقى فيها abstract يعني functions مثلا بيبقى abstract class. بس في سي بلس بلس دي اسمها virtual. virtual انا نسيت اكتب ازاي virtual، لا افتكرت virtual function اسمها update.
ما يريتنش حاجة صح الذكاء. المهم virtual function اسمها درو. درو دي بقى ايها السادة الكرام بتاخد render window. انا حاسس ان انا بعلق على ماتش. بتاخد pointer على render window. واحد يقول لي ليه حاطط خط؟ اقول عشان احنا ما عملناش ال namespace. طيب ده كده هو الفيزيكال اوبجكت. احنا بقى عايزين نعمل بلاير برضو. نعمل نفسنا ناس محترمين ونروح ل الفولدر اللي احنا عاملين فيه البروجكت اللي هو اسمه انا مش فاكر اسمه كان ايه. تقريبا كان توتوريال. ونيجي يعني في الديباج هنا اهوت ولو عملنا نيو فولدر وسميناه سميه كونتنت. كونتنت تقريبا هنا مش فاكر بالظبط. بس ثواني تقريبا هنا. على العموم هنشوف احنا بنعمل ايه. نرجع ثواني انا هاخد حاجة كوبي بس. ده يعني ده اللي هيبقى البلاير بتاعنا. حاجة قيود. وبعدين في التوتوريال دي بقى كونتنت حطينا فيها البلاير دوت ورجعنا هنا هوت. طب دلوقتي احنا عاملين فيزيكال اوبجكت. احنا عايزين نعمل البلاير بقى بتاعنا. طب البلاير ده هيبقى نيو ايتم ودوت اتش فايل. دوت اتش فايل اسمه بلاير دوت اتش. وكلاس اسمه بلاير. بلاير جابو جابو بلاير بابليك انهيرتنس. بابليك من الفيزيكال اوبجكت. فيزيكال اوبجكت في ايرور عشان لازم تنكلود الفيزيكال اوبجكت. في غلطة في الكتابة. الكلاس بتاع الفيزيكال اوبجكت مش مكتوب. فيزيكال اوبجكت خلاص. طيب في حاجات برايفت بس هي اصلا تبقى ديفولت برايفت. اللي احنا عايزينه نوت عشان نرسم عبارة عن هيبقى يعني عبارة عن تكستشر. ده اللي احنا نحط في الصورة نسميه image و sprite sb. طيب دلوقتي بلاير دوت اكيد 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 ليه constructor. وانا عشان مكسل وكسلان صراحة يعني فانا اصلا مخبيش عليكم انا اصلا كنت اعمل الهزي ده قبل كده. فاخد الكونستراكتور كوبي بيست ولا اقول لكم انا اكتبه احسن. المهم ادي بلاير انت اكس وانت ولا اقول لكم هي اصلا كانت فلوت. فلوت اكس وفلوت واي. واي سيمي كولون. طيب شيل الانسيرت واي. ده بيساوي 100 عشان برضو لو اليوزر محطوش. ده بيساوي 100. this not position بيساوي sf vector float
اكس واي وزيس فيلوستي بيساوي اس اف فيكتور 2 فلوت 0 0 وزيس اكسلريشن هتساوي فيكتور 2 فلوت 0 0. طيب في حاجة تاني؟ this dot ما فيش حاجة تاني. طيب في حاجة تاني احنا معملناهاش اللي هي السايز. لا السايز موجود. طيب دلوقتي لازم نعمل حاجة اسمها load content function اسمها load content. دي هتعمل loading للفايلز اللي احنا عايزينها. بعد ما ندي عليها من فوق load content هيبقى size vector unsigned int image dot get size أنا على حسب السايز يعني بتاعنا هو ده اللي هنحط فيه الحاجة. طيب دلوقتي ال image dot load from file نكتب الباث بتاع الفايل هيبقى content content player dot jpeg jpg و هنست التكستشر اللي احنا عملناها load ده كده يعتبر ان احنا خلصنا اللي احنا عايزين نعمله. طيب دلوقتي في اتنين virtual function عايزين نعمل لهم implementation فتبقى عبارة عن كده void update override ايه بقى اللي احنا عايزين نعمله اوديت؟ اللي احنا بالظبط عايزين نعمله ان احنا هنجمع على الفيلوستي الاكسلريشن وهنجمع على البوزيشن الفيلوستي وبعدين ال spread دوت هنست ال position بتاعته تبقى position dot x و position dot y وكذلك نفس الوضع في draw بس draw زي ما احنا عارفين هتاخد render ويندو بوينتر عليها كده اهو وبعدين اوفررايد قال لك في ايرور. فين الايرور؟ ان احنا هو مش عارف ريندر ويندو عشان النيم سبيس مش معمول. طيب هتبقى الويندو ديت تعمل درو دوت درو للبلاير بتاعنا بس كده. ايه بقى اللي المفروض يتعمل بقى بعدين؟ انا حاسس ان الفيديو طول عن ربع ساعه وانا ما ينفعش اعمل ابلود لفيديو اكتر عن ربع ساعه. طيب هو احنا هنعمل انكلود للبلاير وعايزين نعمل بلاير و
هنيجي هنا اهوت نأبديت البلاير وهنيجي هنا ونرسم البلاير. بياخد وين المفروض يرسم حاجة، هنلاقيه هنا بيقول لي failed to load image content كذا unable to open file، مش عارف يفتح الفايل. طب هو احنا هنرجع بقى، تهيألي نشيل دي كده اهوت ونجرب برضو unable to open file. هو واضح ان احنا لازم ناخد الحاجة ديت نحطها هنا، والله اعلم. هنجرب، الحمد لله عمل له لودنج وعرف يقراه، يبقى انا كنت عملت له حطيته في حتة غلط. المهم عمل لودنج للصورة، طبعا مفيش اي استجابة لأي حاجة خالص. ده بقى اللي احنا هنعمله في التوتوريال الجاي. يلا سلام، كفاية كده.